مستمرون في تغطيتنا لأبرز الاستعدادات، وننتقل الآن إلى لقاء مع مراسلنا غزوان الغزي ليطلعنا على احتفالات دخول العام الجديد. إليك غزوان. مساء الخير عليكم مشاهدي تلفزيون الشرقية الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2017 والدخول بالسنة الجديدة سنة 2018. الآن عوائل في محافظة ذي قار تحتفل في الأماكن العامة وكذلك في الأماكن الخاصة، والبعض اختار التسوق والتجوال بالأسواق وكذلك التبضع وإهداء الهدايا البعض للبعض الآخر، كما أن بعض العوائل اختارت أن تحتفل خارج المحافظة من خلال السفر إلى محافظات أخرى أو خارج العراق. الآن نحن في أحد الاحتفالات في مركز محافظة ذي قار في قضاء الناصرية، تحديدا في بهو البلدية، يعني يقام هنا كرنفال تحتفل فيه العوائل والشباب في هذا المكان. اليوم يعني معنا بعض القائمين على الكرنفال للتحدث معهم عن الكرنفال اللي اقاموه اليوم واجواء الاحتفال محافظه. تحيه طيبه لكم اعزائي المشاهدين قناه الشرقيه، وشكرا لكم لدعمكم الاعلامي للشباب هذا العمل الرائع. اليوم نحن كمجموعه من الشباب مركز مشحون الثقافي ومنتدانا حب ذي قار، هو عباره عن منتدى وفضاء مفتوح واسع يلم كل اطياف الشباب والمبدعين والمنظمات والفرق التطوعيه والجهات والبازارات والنشاطات اللي هي بتكون يعني مضمومه. واليوم من خلال هذا النشاط اليوم وحضور الناس والدعايه والتسويق لها، اليوم جو هذه الناس هنا وعرضوا اعمالهم ونشاطاتهم حتى تبرز للناس، والناس تعرف بان احنا عندنا مواهب، عندنا شباب موجودين موهوبين، عندنا طاقات موجوده، لكن احنا مساهمتنا وياهم بانه نهيئ لهم اجواء هذا الكرنفال، نهيئ اللوجستيات لهم، نهيئ كل دعمنا وطاقاتنا الجسديه بحيث اليوم اجواء الاحتفال بمحافظه يعني كيف تراها؟ اليوم جدا 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 شباب موجودين محتفلين، واجواء ذي قار نفسها محتفله بعام جديد، هذا العام بحيث يكون يقدم للناس روحيه جديده وسنه جديده بعيدا عن الازمات، بعيدا عن الحروب، بكل سلام، كل حب، كل عدم الطائفية وضد الطائفية، كلها روح ومؤاخاة سوية من أجل أن نجتمع تحت كلمة واحدة هو العراق الحبيب. مشاهدينا الكرام، بما يخص يعني يتحدث عنه الاخ اسامه يعني بما يخص قضايا العنف، محافظه ذي قار خلال عام 2017 لم تسجل اي حاله عنف بدوافع طائفيه او سياسيه، نقصد هنا عنف يعني فيما بين الشعب، يعني كما تعرفون ان محافظه ذي قار تشهد او يسكن فيها طيف متنوع من الديانات والقوميات، يعني من المسلمين وغير المسلمين، لكنها خلال عام 2017 لم تسجل أي حالة عنف أو خلاف بين فئات المجتمع لهذه الدوافع، وهو ما نتمناه أن يدوم للسنوات المقبلة وفي عموم محافظات العراق. نعم، مساء الخير. مساء النور عليك، كل عام وانت بخير. إن شاء الله سنة سعيدة عليكم وعلى جميع العوائل في محافظة ذي قار. اليوم أمنيات العوائل خلال السنة الجديدة شنو؟ طبعا تحية محبة وسلام إن شاء الله لكل أهلنا بكل محافظات العراق إن شاء الله. طبعا يعني ككل الناس احنا بمحافظة ذي قار أملنا بالسنة الجاية إنه يعمل الأمن والسلام بكل محافظات العراق ويعيشون أهلنا يعني بخير وسلامة. هذا الكرنفال يقام كل سنة، يعني هاي السنة الثانية بنهاية شهر 12 وبداية يعني شلون كترحيب بالسنة الجديدة، يعني يبعث أمنياتنا وتطلعاتنا أن تكون السنة الجديدة إن شاء الله أحلى ومملوءة بالحب والسلام. هذا البازار الكرنفال العفو يوفر فضاء واسع للشباب انه يعرضون مواهبهم، انه يابا اكو بذي قار ترى مواهب، مو بس انه كما يسمعون الباقين انه ذي قار خباثه وما ادري شنو هاي، لا، ذي قار هي المحبه، هي الاخاء، واحنا نتمنى الكل يتواجد هنا بذي قار. اليوم العوائل يعني شلون اختارت ان تحتفل بهاي المناسبه؟ طبعا اقبال كلش حلو، انتم مثل ما قاعد تشوفون يعني للسنه الثانيه على التوالي انه العوائل جاي تجي يعني بزخم كلش كبير، يعني يفرح انه العوائل ارواحها تتقبل هالشيء. انه اي العوائل اللي ما حضرت هنا اليوم اختارت يعني وين تكون بالمنتزه، يعني يمكن بيناتهم هم كأهالي يعني يجتمعون، واحد يشوف ثاني يعني تدرى عطلة، وبالأيام العادية الناس دواماتها ما تقدر تشوف أهاليتها، فهسه يعني أكيد مجتمعين على مود يعني بيناتهم وجبة غداء عشاء يهتمون على مود الأهالي، واحد يشوف الثاني.
تسلم، الله يخليك، ان شاء الله عجبنا. مشاهدينا الكرام، كما تعرفون ان محافظه ذي قار يعني تضم اسره واحده من اخواننا ابناء الديانه المسيحيه، حاولنا التواصل معهم واتصلنا بهم، تربطنا بهم علاقه صداقه، اتصلنا بهم، يعني اخبرونا انهم اختاروا ان يحتفلون بمحافظه بغداد. يعني في السنوات السابقه كنا نشاركهم الاحتفال، نحتفل وياهم بالمحافظه، يعني تحديدا في هذا المكان. في السنه الماضيه احتفلنا معهم، شاركونا، تشاركنا الاحتفال. في هذه السنه يعني نحب ان نقول لهم عن اهل الناصريه جميعا انه مكانكم خالي، ويا ريت لو شاركونا كل سنه وتبقون، لان وجودكم بالمحافظه مهم جدا، كما باقي الاقليات وسكان المحافظه وجودهم مهم. ويا ربي سنة خير وسلام وأمن وأمان وتوفير خدمات، وإن شاء الله تتعدى الأزمة الاقتصادية والمحافظة. نتمنى ذلك غزوان. نعم. ما نعيش الآن. صورة جميلة نقلتها لنا من ذي قار، شكرا جزيلا غزوان الغزي مراسل الشرقية نيوز.